تسارع ضربات القلب هي عندما ينبض قلبك أسرع من المعتاد، ومعدل ضربات القلب الطبيعي هو 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة. إذا كنت تمارس الرياضة أو تقوم بأي نوع من النشاط، فإن قلبك سينبض بشكل طبيعي بشكل أسرع. هذا يسمح لقلبك بضخ الدم في جميع أنحاء جسمك لتوفير الأكسجين للأنسجة. أيضا إذا كنت تعاني من الخوف أو القلق أو التوتر، فسوف يرتفع معدل ضربات قلبك. الأشخاص الذين يشعرون بضربات قلبهم أو الرفرفة قد يعانون من الخفقان. قد يكون هذا بسبب التوتر أو القلق أو الأدوية، أو قد يكون علامة على حالة قلبية خطيرة. إذا كنت تعاني من خفقان القلب، فيجب عليك إبلاغ طبيبك بذلك. وفيما يأتي بيان أهم الأسباب المحتملة لدقات القلب السريعة المفاجئة وعوامل الخطر. أولاً، العادات الغذائية والصحية الخاطئة والمتمثلة بتناول الأطعمة الغنية بالتوابل وشرب كميات كبيرة من القهوة والمشروبات المحتوية على الكافيين عامة، أو شرب الكحول أو مشروبات الطاقة. ثانياً، يوجد بعض أنواع العقاقير التي تتسبب في الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب دون مجهود. وبشكل عام ينصح بضرورة قراءة مكونات أي دواء وأعراضه قبل تناوله. ثالثاً، الحالات الطبية مثل أمراض الغدة الدرقية أو انخفاض مستوى السكر في الدم أو فقر الدم أو انخفاض ضغط الدم أو الحمى أو الجفاف. رابعاً، التغيرات الهرمونية التي قد تحدث أثناء الحيض أو الحمل أو قبل انقطاع الطمث مباشرة. ومن الممكن أن يكون خفقان القلب لدى الحامل علامة على فقر الدم. خامساً، عدم الحصول على القسط الكافي من الراحة والنوم. سادساً، العصبية أو الإثارة، حيث تتسبب هذه العوامل بزيادة إفراز هرمون الأدرينالين والذي بدوره يتسبب بخفقان القلب. سابعاً، نوبات الهلع، حيث يعبر هذا المصطلح عن حالة من القلق أو الخوف العميق والشديد، ويمكن التغلب على نوبات الهلع عن طريق ممارسة تمارين التنفس وتعلم كيفية التعامل معها في حال حدوثها. ثامناً، مشاكل في القلب مثل فشل القلب، ويعني عدم قدرة القلب على أداء وظيفته على الوجه المطلوب، والمتمثلة بضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم. قد تحدث دقات القلب السريعة المفاجئة بشكل متزامن مع أنواع أخرى من أمراض القلب المزمنة، وبعد هذه الأمراض قد يكون خطيراً ويتطلب العلاج. كما يمكن أن يحدث الخفقان كعرض لمشكلة في عدم انتظام دقات القلب التي لا تصل إلى درجة اعتبارها مرضاً قائماً بذاته. تجدر مراجعة الطبيب في حال معاناة من خفقان القلب، خاصة في حال استمراره، ويجب طلب المساعدة الطبية الفورية في حال ظهور أي من الأعراض الآتية إلى جانب الخفقان: ضيق تنفس، الدوخة، ألم في الصدر والإغماء. يمكن القول أن دقات القلب السريعة المفاجئة التي لا تحدث بشكل متكرر وتستمر لعدة ثوان فقط لا تحتاج عادة إلى علاج. أما إذا كانت دقات القلب السريعة المفاجئة مرتبطة بمشكلة في القلب، أو إذا حدثت بشكل متكرر أو ازدادت سوءاً، فينبغي استشارة الطبيب حول التشخيص والعلاجات المناسبة لمثل هذه الحالات، إذ قد يقترح الطبيب إجراء العديد من اختبارات القلب لمراقبته وتحديد السبب.